مزوقة بنديك. ايه مالك؟ انا شايف نفسي زي اللي مخضوض شوية. موهوب من ايه بس؟ ساعة الباشا ده اعرف اكلمه ازاي، اقابله ازاي؟ زي كل الناس يا اخي. وانا ما سبقليش قبل كده خدت وديت مع جنس باشا في حياتي ابدا. بلاش اوهام فارغه بقى، الباشا بتاعنا في منتهى اللطافه، في منتهى الوداعه. الحمد لله. تعال معايا. تعال. وبنته جميله هانم. ما اسمهاش جميله، قلت لك ليلى. أيوه. اسمها ليلى. ايوه ليلى. ليلى اتفضل اقعد هنا، الباشا هيجي دلوقتي عشان يتفاهم وياك. ربنا يستر. اهلا وسهلا. اهلا بك يا فندم. اتفضل استريح يا فندم. العفو استغفر الله. جنابك تحبها جنسها ايه؟ هي مين يا فندم؟ القهوه. قهوه؟ والله يا سعاده الباشا انا سعاده الباشا. لا لا، انا هنا مخصوص علشان اقدم القهوه. سعادتك هنا مخصوص عشان تقدم القهوه؟ ايوه. تشرفني يا فندم. ودلوقتي تحبها جنسها ايه؟ سكر كتير ولا سكر قليل؟ والله انا عادة بشربها سكر على الريحة، وده يعني من قلة السكر. يبقى هنا خليها سكر زيادة. زيادة قوي. حاضر. الوجاهة دي كلها عشان يقدم القهوة؟ امال الباشا بتاعهم يطلع الجنس شكله ايه؟ التعليمات دي لازم تنفذها بكل دقة، أحسن بعدين تروح في داهية. مية لازم تكون درجة حرارتها 38 ونص، نص درجة زيادة فيها خطر على حياتك. خد الروشتة دي تجيبها من الأجزخانة حالا، قدامك خمس دقايق بس وأنا مستنيك هنا. حاضر يا فندم. اتفضل اقعد، ما تزعجش نفسك. أنا كنت نسيت الروشتة بتاعت الحكيم. الواحد دماغه اتلخبطت ومخه انقلب. المرض بتاعه ده ورانا المر. ربنا يشفي يا فندم، ربنا يطمنكم عليك. البيه الصغير قصدي. بيه صغير ايه؟ ده الكلب اللي قدامك ده. قدرته؟ يا سلام، توب على الشر عليه. انا برضو لاحظت اول ما شفته انه لونه مخطوف شويه. يا اخي ده احسن من الاول، ده قعد اربع ايام ما يدوقش طعم الاكل. مسكين. ولو ان يعني في برضك ناس على قد حالهم يقعدوا سبع ايام ما يدوقش الاكل. ايوه ايوه، بس مش بالجسم الرقيق ده. ايوه صحيح، مش بالجسم الرقيق ده يا سعادة الباشا. سعادة الباشا؟ انت فاكرني مين؟ انا مش سعادة الباشا، انا بشتغل هنا موظف. حضرتك موظف؟ انا هنا مخصوص علشان الكلب ده. حضرتك هنا مخصوص عشان الكلب ده؟ ايوه. بس بس بقى يعني حضرتك بتاع ال ايوه. تشرفنا. انا مؤكرم. العفو. وبتاخد مهية على كده؟ 30 جنيه بس. بس لا حرام، قليلين قوي. وليه ما تطلبش إعادة نظر، علاوة، تنسيق؟ ضروري هطلب. ايه يعني 30 جنيه؟ ده انا بوكله واحميه واخليه واعلمه، ولا بتوع المدارس. وهما بتوع المدارس يوصلوا ل 30 جنيه؟ وحضرتك بتشتغل ايه؟ لا انا راجل على قد حالي، انا بتاع كتب، انا بتاع علم. بس بس انا مؤكرم عن اذنك بقى. اتفضل اقعد. نهارك سعيد. سعيد مبارك. تلاتين جنيه. انا لو من 18 سنة بعلم كلاب كنت دلوقتي من الاعيان. انا هدور عليها في الصالون. ودي ايدي كمان. اسمح بيا يا دنيا. تتفضل شويه. اتفضل. عارفين تتيحلك تتحرك تقوم من حتتك كده. دور هنا. غريبه دي، حضرتك بقالك كتير هنا؟ والله إيه، من ربع ساعه تقريبا. يعني ما شفتش حاجه منطوره كده ولا كده؟ حاجه؟ حاجه ايه؟ اسوره الماس. لا الماس ولا صفيح، انا من ساعه ما دخلت هنا ما اتدهنش في مطرحي. بس افتكر كويس، يمكن يمكن ايه؟
يعني تكون شفتها وما خدتش بالك. ناتي ناس؟ لا لا لا، ناتي دي مش كويسه ابدا. امال يعني راحت فين؟ صارت بلعتها الارض. انا عارف بقى اسعلي الارض اهي قدامك. انت جاي هنا عايز مين؟ مش عايز حد، هم اللي عايزيني. عايزينك في ايه؟ عالم لغه عربيه. لغه عربيه؟ لمين؟ لبنت الباشا. انت اللي هتعلم بنت الباشا؟ ايوه بنت الباشا. يعني بنت الباشا دي ايه؟ ومن بلبن من باستيليا تلميذه خيبانه كسلانه اتقاطت في الامتحان. انا نجرها ونصنفر مخها ونخليها بني ادمه. انت اللي هتصنفر لها مخها؟ ايوه انا. دي هي اللي هتصنفر عيشتك وهتطلعك من هنا ناطط فوق سبع حيطان. اسمع انت مش لك عقل. اظن فاضل البواقي برضه. اهي هي هتطير لك البواقي اللي فاضله دي. تعمل حسابك من دلوقتي على الجنان الاصلي. ايه هو ده؟ ده انت هتعلم بنت الباشا؟ والله عارف، هم عرفوا ينقوا صحيح الجابوا الاقرع علشان يسرح بنت السلطان. ايه هو ده؟ اقرع وبنت السلطان واسورة الماس. انا البيت مين اللي بقى؟ وده ايه ده راجل؟ انت يا جدع؟ نعم عايزين انت كمان. اقف على حيلك. اقف على حيلي؟ اقف هناك. وقف. طيب طيب وقف. انا مش كده. ايه ضاع منك حاجه انت الاخر؟ حلقه زمرد عدلولي. لولي؟ انت جاي مجنون. مجنون؟ انت جاي تعمل ايه؟ جاي ادرس بنت السلطان. بنت السلطان؟ بنت الباشا. بنت الباشا. انت المدرس الجديد؟ المدرس الجديد. وشايف نفسك تقدر تسد في الشغلانه دي؟ يعني ضليع في قواعد اللغه العربيه؟ في اصول اللغه العربيه؟ ايوه زي ما انت ضليع في قواعد الجرجير واصول البقدونس والفجل الرومي. لا انت باين عليك مسحوب لسانك. انت كمان باين عليك رغاي وغلباوي. انا بسالك مش ترد عليا؟ ارد عليك ليه؟ انت غلايني جاي تمتحني؟ من غير ما امتحنك. حتى شكلك مش باين عليه لا دروس ولا علوم ولا حاجه ابدا. وانت يعني شكلك صلاه النبي قوي، باين عليه مانجا وصبايط موز وعلى عيد عنب. لا انت قليل ادب. وانت كمان دمك بارد. لا يا مرزوق فندي، مرزوق فندي تعالى هو. انت جايب لي الحمار ذنبي. اخرس حمر في عينك بجح الحياه. اخرس انت يا طيسان. اسحب يا الاباحه. الله اتنيل واسكت. لو مؤاخذه يا سعد الباشا طلعه بره. كرهه بره يا ظلم طحي يا جربوع. هو حضرته يبقى الباشا؟ امال يبقى مين يا مغفل؟ مفيش شويه تمييز؟ ما لو في شويه تمييز ده ما كانش يطلع باشا ابدا. لكن عشان بقى انا بتاع الكلب يلبس باشا والباشا يلبس تاني. انا اروح بقى. مع السلامه. اتفضل. سلام عليكم.